واحد عجمي يا حباب وصلوا الغوالي عالباب واحد عجمي يا حباب وصلوا الغوالي عالباب جاينا من كل حراتي اسمعوني انا الحكواتي فحمي يا حباب عمرك معلم حكواتي وبدي خبركن يلا شال عمه عند الاهل الاول والبدكن محمد صار عم يلا اهلا وسهلا بالشباب علي بالغالي يلا خلوه واحد شاي اهلا وسهلا بالشباب واحد عجمي يا حباب فحمي هون هون وهلا مشاهدينا وصلنا للفقره المحببه لكثير من المشاهدين هي فقره الحكواتي ابو محمد لنشوف عن مين بده يحكي لنا اليوم صباح الخير تفضل ابو محمد لك يا صباح النور اهلا وسهلا فيكم والله كنت جيب معي الشباب كانوا كان جبتهم كلهم معك وانا واقف برا عم بسمع كنت بفوت الشباب كلهم صباح الخير لو اجوا حكوا القصه معك اليوم الله يعافيك شلونكم شو اخباركم نحن مناح انت كيفك والله الحمد لله بنعمه من الله ابو محمد اليوم انت رح تحكي لنا عن رياء احكي ولا ما احكي حكيتي انت حكينا اليوم الصبح مزبوط هلا قبل ما بلش عن رياض قبل ما اقول اي شيء هذا اللي عم نشوفه ونسمع عنه واللي عم بيصير بسوريا بالعموم وبحلب بالخصوص ذكرني ببيت شعر لابو فراس الحمداني بيقول فيه لقد طفت الآفاق شرقا وغربا وقلبت طرفي بينهما متقلبا فلم أرى كالشهباء في الأرض منزلا ولا كقويق في المشارب مشربا يعني حلب قبل الثورة ما في مثله وهلأ وبالثورة هذا النظام واللي معه عم يعملوا فيها اللي ما نعمل بالدنيا نعم الله يرحم الشهداء والله يحمي سوريا كلياتها وبإذن الله سوريا منصورة آمين يا رب تفضل هلا بدنا نحكي بقى عن مثل ما قلتي رياض محمد خليل شحرور انولد بالشام بالشهر الاول من سنه 1935 كان معروف من صغره بخفه دمه وكان يهتم بانه يكون خفيف الظل بين اللي حواليه وضل بهي النفسيه وخفه الدم لصار عمره 20 سنه حلو بسنه 1955 يا مرحومه البي لما صار عمره 20 سنه بلش ياسس مسرح بالشارع بسوريا وصاروا ينضموا له بهالمسرح شباب من عمره وأصغر منه وصارت هالفرقة تدور بهالشوارع وتعمل عروضها المسرحية بعد فترة بلش التضييق عليه ليش عم يعمل مسرح بالشارع بلش يضيقوا عليه شو بده يعمل قام حمل حاله الله يرحم ترابه ونقل هالمسرح الجوال تبع الشارع إذا فينا نسميه نحن يعني مسرح جوال وراح لبيت من البيوت القديمه هذا اللي كنت اسالك اياه يعني هو مسرح كان متنقل يعني ايه بالشارع كان يعني يعمل عرصيف بالشارع بساحه نقل من محل لمحل ايه بين الاحياء ايه لكان هو شو عمل قام هو راح لعند وين يلاقي في بيت ما فيه حدا يروح يطلب من صاحب البيت يستاجره يجيب هالفرقه يقعدوا ينظفوا ويظبطوا ويظبطوا امورهم ويعرضوا فيه ياخذوا شويه مصاري ما ياخذوا كثير ياخذوا شويه صغيره يعني يا دوب يكفيهم يدفعوا ايجار البيت ويكمل الباقي من جيبته تمام هلا هو ليش كان يعمل هيك لانه هو كان برايه وبده يثبت للجيل السوري انه المسرح نعمه مو نقمه ومشان هيك كان يقول انه بسبيل المسرح وبسبيل الفن وبسبيل هذا الشيء لازم ندفع كل المصاري ولو كان من لقمه عيشنا لازم نطور هذا الحكي بهذيك الفتره كانت القمه الذهبيه تبع الفنون بال1955 ايه هلا هو ما عنده مصاري مثل باقي العالم وما له غني وابوه ما كان يعني عنده هذا المصاري بس كان يبذل جهد مشان يصرف على هذا المسرح لك حتى ابوه وقت اللي شاف عنده هذا المشروع ما كان موافق بس شو قال لحاله اخي بتركه على حريته يشتغل اللي بده اياه الا ما يصير يصطفل بس ما كان موافق ما وقف معه وساعده يعني ما دعمه ترك له كل الحريه انه هو يختار الطريق واختار هذا الطريق يكون ناشط بالفن والثقافه بلش من المسرح بالشارع نقله على البيوت وبلش هلا ضل مصمم على هذا المشروع وضل يصرف من جيبته لسنة 1960 لما تأسست دائرة التلفزيون للفنون هون بقى بلشت هاي المشاريع اللي عنده ومسرحياته يلي كان قبل يساويها قبل ما يجي على التليفون على التلفزيون عفوا على التليفون وين التليفون المهم كيف يجي على التليفون كان يحطها جاب هدول المشاريع وحطهم بالتلفزيون وبلشت بقى تتقدم وتحقق وتكبر. بلش حلمه وهي الدائرة صارت تجمع من كل النواحي الفنانين كتاب ممثلين مخرجين مهتمين فنيا صارت تجمعهم كلياتهم هلا هون بلش يحس بالحلم انه بلش
يكبر ويحقق الحلم اللي هو اشتغل على اساسه من امتى؟ من قبل تقريبا 5-6 سنين، بس هو بيحلم فيه من زمان، من وقت ما كان صغير بيحب هي الحاله. طبعا خليني انا وياكم هيك مشان ما نطول كثير نشوف مسرح مسلسل مين بتتذكروا ابو زكي؟ انا بتذكره. هلا بنشوف مشهد من مسلسل وادي المسك فيه ابو زكي، يلا. مرحبا عمو سما. اهلا عمو. كيفك؟ اهلا وسهلا. هي الوالده موجوده؟ ايه تفضل. مين؟ ابو وصري. وصري ام احمد. انا بطلت التاجير. بعرف بعرف، بس انا يا ام احمد جايكي بغرض ثاني. تفضل شلح بس من اجرك مشان السجار. اسمحي اسمحي تفضل. يلا اهلا وسهلا ابو وصري. يا انتك تفضل. لكون لكون جيتك بوقت غير مناسب. لا لا فرحان خطيب بنتي ما عرفته ولا وشتو ما بعرفه. مرحبا اخي. اهلين اهلين. تفضل ابو وصفي. ليلى للمحروسه تاخذ الاغراض على المطبخ. ابو وصفي ليش لمين هدول الاغراض؟ هدول الكم انا اشتهيت لكم ياهو. شويه بيض بلدي من اللي يحبوا قلبك، وردة خبز سياحي ام العشرين ليرة مو متبع الدولة. خبز بشهي القلب بيتاكل لحاله حاف. دوي مع احمد دوي ان شاء الله صحتين وعافية. مطرح ما يسري يمري ومطرح ما يأسس يبني. فهمنا جبت غراب، بس ما بدي انا اعرف شو المناسبة. معزب محمود معزب. انتو غالين كتير علي يا محمود، ليش مستغربين؟ نحن اهل. عمو سمر خدي هالاغراض على المطبخ وقلي لنا بيض طين خليني ادوقه لامك. في عندك صنع عربي؟ اي بس نحن تغدينا قبل شوي. اذا جوعان لاقلي لا. شو علي؟ نحن اهل. عمي سمر خدي هالاغراض على المطبخ وقلي لنا بيض طين. ما راح استحي منكم ابدا. على عيني عمو. تسلمي. عمي سمن عربي ها؟ ايه. عمي سمر اذا في عندكم مخلل حطي لي شي طاحونتين الله يرضى عليكي. عمي عمي في عندكم زيتون عطون؟ حكي ما في اطيب من البيض المقلي مع العطون. شهادة الميلاد شو بدها؟ هلا هو متعود انه في توقيع وفي وراء انه خلصت، مستغرب انه بده يلف على المكاتب كلها. معقولة تكون خلصت؟ اما لو خلصت الا اذا انت بدك. يعني هذا من احد المشاهد اللي كلياتنا ما بنقدر ننسى هي الشخصيه بهذا المسلسل. طبعا الله يرحم ترابه تعيش بدايه عاشت احبابك ان شاء الله. بدايه السبعينات تاسست نقابه الفنانين وهو كان واحد من اللي اسسوها. نعرضت عليه كثير انه يستلم كرسي او منصب بالنقابه، بس هو اللي كان يرفض ويعتذر وما يقبل ابدا، لانه كان بيدور على شهره الفكره مو شهره الشخص. ما بده يشتهر هو، بده الفكره اللي تنشهر. هو بيخلق الفكره بيشهرها وبيدعمها وبيبدع فيها وبعدين بيسوق لها. هو ما بده كان كرسي. وبيقول دائما كان يقولوا له ليش ما بدك كرسي؟ ببساطه بيقول لهم لك اخي هي المهنه لها روح، والروح بتروح مع الكرسي. صح. والمنصب بيمنع الفنان من الابداع. والفنان ما صار فنان حتى يمسك قلم ويوقع على الاداريين والمعاملات والمراجعين، لا. هو هيك كان بيقول. يعني اللي بدي اقوله انه هو صح ما عنده أدوار كبيرة وصلته للشهرة الكبيرة، بس كل الأدوار اللي عملها تقريباً عملت بصمة كبيرة وكلاتنا بنتذكرها. يعني مثلاً إيش كان بتتذكروا بمسلسل الدغري دور المحافظ؟ تتذكروا؟ أنا لا. أنتم ما بتتذكروا، أنا رح أذكركم فيه. هذا كان المحافظ بيعتمد على الواسطات وبيعتمد على المعارف مشان يعلى ويعني صلبطة. خليني أنا وياكم يلا بنتعرف عليه بنتفرج على هذا المشهد. نعم اهلا ابراهيم بيت، اشتقنا لك. اي نعم اشتقنا لك. قايم مقام؟ لا هذا مبين عليه ما راح يقعد عين. خير؟ تكرم يا ابراهيم بيت تكرم. اي نعم تكرم. انا هلا بتصل بقائد الفصيل وبخبره، وانت شوف شو بيلزمك اتصل فيه مباشره. لا 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 انا بفهمه. انا الو الو ابراهيم بيه ما بدك تستاجر الهواء؟ نحن حاضرين. جيب مصاري وتعال عندي لهون، صندوق المحافظه عم يدعي لك. الى اللقاء. مبروك. ايه نعم مبروك. الف مبروك يا ابراهيم بيه. لسه ما قلتها.
لك انا ما بدي احكيها هلا. المانجا يا ابراهيم بيك شو عم تزرعها؟ مو معقول شو خفيف الدم صراحه. يعني هو كان عايش على هي القصه انه هو محافظ اخذ بهذا الدور طبعا انه هو انه بيتصل فيه انه انت نجحت يعني بالمكان اللي انت بدك اياه. طيب انت ما بدك تستاجر الهواء، جيب مصاري باجرك الهواء لك، حتى الهواء باجره يا عرفتي يعني. كان انه اخذ دور اللي بتصلبط على هالناس، مين بده يلا هاتوا مصاري، المهم مصاري. وكان بيحب كرشه خير الله بهذا المسلسل. طبعا كمان في مسلسلات تانية ما بدنا ننساها. طبعا هو شارك ببطولات كثير من المسلسلات وحتى كان مشارك فيهم مثل ما قلنا. مثلا بعيله خمس نجوم بسنه 1993 وقت اللي كان اخذ دور ابو وصفي، يعني اول واحد. اول واحد إيه لكان بعيله خمس نجوم. هذا كان جار العيله الفجعان يلي هو ما بيهمه شيء بالدنيا غير قلبه، بيهمه كرشه، بيركض هيك ركض يعني، بيجي لعندهم بدق عليهم بوقت الاكل انه وين الاكل، ما حطيتوا اكل، شو اكلتوا؟ بيقعد بيضيفوه مثلا فنجان قهوه كاس شاي بس هيك الضيافه، ما كان ضيفونا اكثر والله بطننا عم يجعنا يعني. هو كان مستغل بمسلسل عيله خمس نجوم، مستغل هي الشخصيه تبع انه اكيد. هلا ابو محمد كل حدا عم بيحضر عم بتذكر عيله خمس نجوم، عم بتذكر هالمقطع كمان لما يكون بس عم يسال على الاكل. الله يرحم ترابه، الله يرحمه. طبعا بسنه 1996 لعب دور السمان بمسلسل ابو الهنا، سمان ابو اسعد. وهي الشخصيه كانت بتخاف وفضوليه، يعني بيمشي مع الماشي الله يطفيها بنوره، شو ما قالوا له ايه ماشي، شو قلت ايه مثل ما بدك، ايه ماشي ماشي بس هيك احسن، يعني على اساس انه هو اخذ موقف بس هو ولا اخذ موقف ولا شيء. الله يمشيها بنوره، يعني بشوف مثلا واحد عمل عمليه، شلون عملت العمليه؟ وجعك ظهرك، بيروح بيعمل عمليه، بيتقلد يعني فيك تقولي المقلد، بس هو قدام العالم انه اخذ روزي. طبعا يعني فيكم تسموها شخصيه الله يطفيها بنوره، ماشي مع الماشي. كمان في عنا مشهد هلا بنشوفه من مسلسل تبع ابو الهنا بشخصيه ابو اسعد السمان. يهرب من العداله مهما طال الزمن ومهما كان على درجه من الذكاء. مرحبا ابو اسعد. سؤال واحد بدي تجاوبيني عليه بصراحه. بدي تركه سمنه. بعدين اعطيني جاع بعدين. اعطيني تركه سمنه وصحن بيض اكل جاع بعدين. ما لي فاضيه. مشيني شباك هلا، ضليت تقر علي وهي بشارات، انطفت الكهرباء، انبسطوا سيدي. هلا ما بقى تعرف تستنى شوي؟ ما تعطيني هلا اخي، ما بدي بيعك. اذا عندي شيء تصطفل. السلام عليكم. عليكم السلام، مع السلامه. ما بدي بيعك. الو ابو ياسين، مرحبا. الحمد لله جاي عندك الكهرباء. اخي دخيل عينك، حط لي سماعه تليفونك قدام الراديو، خليني اكمل لحكم العداله. اي نعم. اي شكرا، شكرا كثير. بجنايه قتل المغدوره سمر عمدا وعن سبق الاصرار والتصميم. اهلا ابو لطفي. الله يسلمك. يسعد صباحك. وصباحك نور. وين يا مهوي؟ على المناخليه ابو سعد، على المناخليه. كمان انت رايح تجيب اقفال؟ ايش في غيري راح؟ هلا قبل شوي مر ابو رامي وقال رايح على المناخليه، لو مصدق شوي كنتوا ترافقتوا سوا. معكم حق يا اخي، معكم حق. الدنيا ما عادت امان، مو مثل اول، كان الواحد ينام وباب بيته مفتوح. شو صار لهالعالم؟ شو صار لون؟ ايه بدون يمين كل يوم ثلاثه، عم نسمع كلاديو اغرب من الثانيه. أبو لطفي سمعت البرنامج تبع اليوم؟ لكن أبو سعد لكن، صار لي ست سنين متابع وصيف شتي. دريت أبو لطفي دريت. لا خير. شوف يعني بتعرف شو أبو محمد، الوجه بشوش، وجهه سبحان الله مريح. كل ما تحضر مسلسل من مسلسلاته بتكون مبسوط. بريح. طبعا رياض محمد خليل شحرور أب لأربع أولاد وبنت، هن عاطف ومحمد وأحمد ومنصور وسمر. يعني لليوم لما منشوف المسلسلات اللي بيشارك فيها ما منشبع منها ومنضل منتفرج عليها ومندور عليها. كان يتقن الدور دائما ويكون البسيط المتواضع المحبوب من حواليه، رغم انه احيانا بيقسى عليهم مثل ما شفنا قبل شوي انه ما بده يبيعوا. يلا احت منهم، بده يسمع حكم العداله وانطفت الكهرباء. بيستغل، بيتصل التليفون، الو سمعوني حكم العداله. طبعا خليني اكمل لكم انه مثلا بال99 شارك بمسلسل دنيا اسعد سعيد بدور ابو احمد، بال2001 ببقعة ضوء بجزء الأول، بفرصة عمر بسنة 2001،
ب 2002 كان باخر دور ابو حمدي بطل مسلسل قله ذوق وكثره غلبه. يعني ما معنى يمكن وقت كثير نشوف كنت محضر لكم هذا المشهد، بس ابو حمدي هي الشخصيه بتخاف وبيتبنى على اساس خوفه، يعني هو بيخاف من شغله بيتبنى على اساس خوفه، انه ما بده يطلع بالاسانسير بخاف تنقطع الكهرباء، بيقول له ما رح تنقطع الكهرباء، بيقول له اذا طلعت انا تنقطع الكهرباء، رح تنقطع بخاف هو وبيبني على اساسها وبده يجوز. يعني هو بيكون مرته اختلص لابو العيله فهو بده يجوزه بعد ما ماتت الام، الاولاد بقى بيشتغلوا فيه بيعملوا له مقالب وخطط انه مستحيل تفوت وحده على بيتنا تاخذ مكان امنا وتجوز لنا ابونا، لا مستحيل، بيعملوا فيه مقالب خير الله. طبعا الله يرحم ترابوي، ما بعرف قديش بقى معي وقت انا، بدك تخلينا نشوف بدي خليكم يعني لا يعني اذا بيعرفوا احنا بنسال مخرجنا معنا وقت، اذا معنا وقت نشوف مشهد بسيط كثير يعني كثير معنا وقت نشوف هالمشهد، بنشوف هالمشهد المشهد سويها تحتي. هل انت مين ربطك بالعضاضة؟ ما انتبهت لي لما ربطني ابي بالعضاضة؟ ما شفتك لاني كنت نايم. ايه قرب 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 عشان يزبط الفيلم، قرب الله يخليك. كرمالي عم ابو حمدي. نعم خير، شوفي هي قربت. امان امان زق عمو الله يخليك تعفكني. شو بدي زق زق؟ الله يرضى عليك ربعيها، لا تورطني هيك ورطة اللي ربطك بفكك. لك في جوا؟ لك أنا محشور كثير كثير. خلص إيه أبو حمدي؟ ومنا بترافق مع بعضنا على الطريق. انا ماني مستعجل صبحي، روح انت هلا بيكون صانع عم ينظف المحل ويشطفوا. صانع كان يشطف المحل ولا انت؟ معقول ما شو ظريف هاي المقالب اللي كانوا يسووا فيه انه مشان هو يتضايق. طبعا الله يرحم ترابو ما كان نجم بالصفوف الاولى وما دافش على البطوله المطلقه وما طبل وزمر لمخرج او لفنان. ما كان هدفه بيوم من الايام انه هو يرفع من الاجر، لا مارس الفن للفن بعيد عن المنفعه وانه يصير غني، عاش فقير ومات لحاله. بآخر أيامه قضاها حزين وخايف من المرض واللي عم بيصير لتهديم البلد. طبعا مثل العادة النقابة اللي هي بيعد هو واحد من مؤسسينا ما شملته بالرعاية الصحية رغم أنه قدم كتير أدوار غنية للدراما السورية. وبشهر 5 يخسارة بال 2014 اي والله يخسارة كان عمره فوق 70 سنة، يعني قضى أكثر من نصهم بعالم الدراما والمسرح. توفى بصمت وما رافقه حدا من رفقاته ليودعوا بمشواره الأخير، راح بعيد عن الأضواء. طلعت جنازته من بيته بحي الزاهرة بدمشق وصلوا عليه بجامع شمدين آغا واندفن بمقبرة بير السبيل بركن الدين. الله يرحمه ويرحم هالروح اللي كانت تشع فرح، يعني صاحب الحضور العفوي يلي مثل ما شفنا قبل شوي، يعني صحيح. رسم البسمة على وجوه كتار لهلأ ما بنقدر ننساها. ما بعرف انا بدي اترككم مع هذا المشهد من مسلسل يوميات مدير عام ابو زاهر اللي كان ياخذ الرشوه بس ياخذها كان شو اكل وشرب زيت مازوت زيتون. وما تواخذونا وباذن الله باذن الله الثوره منتصره باذن رب العالمين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا كثير لك ابو محمد، مع السلامه. نعم سيدي نعم، قالوا لي سيادتكم طالبني سيدي. ليش هيك خايف ومرعوب ومخطوف وشك؟ لا ما في شيء، انا طالبك لاخذ رايك بموضوع. رايي انا؟ رايي انا سيدي؟ ايه انت. انا تحت امركم سيدي، تحت امركم. تسلم يا ابو زاهر. اخي ابو زاهر انا عندي جوله بالمحافظات، تفضل تحت تفضل. انا سيدي؟ ايه شرف تحت تفضل. لا محمد سيدي تفضل انت سيدي. تفضل. انا بدي اروح جوله على المحافظات وبدي شرف تحت تفضل. بدي روح جولي على المحافظات وحابب اسألك هالسؤال، إذا رحت على حمص شو جيب معي؟ يعني حمص بشو بتشتهر؟ حمص سيدي بشنجليش؟
شنجليش حمص ما في اطيب منه بنوب، والحلاوه الحمصيه مشهوره كثير كثير مشهوره. عظيم. ومن حما؟ حما فيها البوظه، فيها حلاوه الجبن والمعجوه اسدي. طيب ومن حلب؟